شخصيا، وهذا بحثناه في الجزء السابع من خطى العرب عن تاريخ المدافن، أن الذي بنى المدفن عند فم الطريق كان الطريق موجود أثناء بناء المدفن، ولا لماذا اختار هذا الموقع عند المدفن مع أن عنده خشوم كثيرة وريعان كثيرة لجبل طويط؟ وهذا المدفن الآن ثبت، ليس فحصي، ثبت أن هذه المدافن لا يقل عمرها عن 5000 عام من الوقت الحاضر، برونز أو عصر حجري. تاريخ الجزيرة العربية لم يعطى حقه وربما لم يدرس بعد، سواء درب أديراب من الشرق من الجنوب عن درب بلقد، يعني نبي نعد الطرق المحفورة الأثرية والتي تصعد وتنزل على حجر اليمامة قديما، درب أديراب، وهذا عمل والآن طبعا السيارات حفرته وأزيل الدرب التاريخي للأسف، درب أبلقد يعني من الجنوب إلى الشمال، أديراب، أبلقد، مصيعط، زبيدة، زبيدة غير السيدة زبيدة درب الحج الكوفي، السقطة، المنجور، كلها بقيت إلا درب أديراب وزيل، لكن بقيت الدروب، لكن أهمها وأوضحها إلى اليوم درب أبلقد.